اعتقلت عناصر الشرطة القضائية نجلة محمد الكتاني مدير العام لمجموعة التجار وفابانك بعد أن أظهرت التحريات أنها سائقة الرانج روفر التي أصابت السيدة وتسببت في وفاتها بمدينة مراكش قبل أن تلوذ بالفرار. ابنة رئيس مدير العام التجاري وفابانك في ضيافة عناصر الشرطة القضائية في انتظار إحالتها على القضاء بعد إنهاء التحقيق معها.